الشارع العراقي، إذ أكد مراقبون أن هذا التصعيد من الجانب الكردي سيدخل البلاد إلى نفق مظلم، خاصة بعد التصريحات الإقليمية والدولية التي رفضت الاستفتاء في الوقت الحالي. الحالة التي عليها الإقليم الآن بدأت تهز أو بدأت تقلق المنطقة الإقليمية، بحيث أن الدول المجاورة للإقليم إيران وتركيا بدأت أيضا تصعد من خطابها الإعلامي باتجاه الضغط على الإقليم بأن يخفف من سقف مطالبه وبأن لا يدعو إلى الاستفتاء في الوقت الحاضر، أو أنهم أعلنوها صراحة بأنهم لن يقبلوا بإقامة دولة كردية مستقلة. الضغوطات الأمريكية والورقة الأمريكية التي قدمت للسيد مسعود البرزاني تضمن أن الاستفتاء يجري في مناطق أربيل وسليمانية وتوحسرا، أما المناطق المتنازع عليها فستنسح منها قوات الجيش والبشمركة وتحل محلها قوات دولية إلى أن تتفل بغداد وأربيل على حلول جديدة بعد أن يتحرر العراق من داعش. مراقبون للشأن الداخلي أكدوا أن العراق بات على صفح ساخن، وأن الصدام سيحدث إذا ما استمرت الخطابات الإعلامية التي تنتهج منهج التهديد، مطالبين بالابتعاد عن الصراع وحل الأزمة في الحوار والدبلوماسية. يجب الحوار، يجب أن نوصل إلى الصيغة النهائية، ولا يجب أن ترحيل هذه المشاكل إلى سنة أو سنتين، يجب حل جميع هذه المشاكل الآن في الوقت الحاضر. أعتقد أن هذا الصراع بالوقت الحاضر من شأنه رفع سقف المطالب الكردية على الحكومة الاتحادية، وهذه المطالب وشروط حتى الإلاءات الدولية هي شروط تعجيزية، لا يمكن للعراق أن يطلق موازنة لمدة 10 سنوات بالوقت الحالي ويعاني من ضائقة مالية واقتصادية. ويا آخرون إن على حكومة الإقليم تقديم بعض التنازلات إضافة إلى عدم إقحام المناطق المتنازع عليها في مسألة الاستفتاء قد تخفف من حدة الأزمات بين بغداد وأربيل. من بغداد مصطفى حمدي.